جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول صاحبة هذه الرسالة من سوريا ميم باء: هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن الكريم والأذكار غيبا أو بالمصحف بدون حجاب؟ لا مانع من ذلك، الحجاب إنما يجب عن الرجال الذين ليسوا بمحارم، أما إذا لم يكن عندها رجال أو عندها رجال من محارمها فلا مانع أن تقرأ من المصحف أو تقرأ الأذكار الواردة من كتاب بغير حجاب، يعني بغير ستر للوجه والكفين. نعم.